السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرف أحبار اليهود وعلماء النصارى أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق من عند الله، وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فسار فريق من أهل الكتاب للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه، وكفر فريق آخر منهم ولم يكتفوا بكفرهم بل كتموا الحق وهم يعلمون. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لم يدع هذا الفريق من المعاندين من أهل الكتاب أي فرصة لتشكيك المسلمين في الإسلام وفي رسول الإسلام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فلما صلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون تجاه بيت المقدس قالوا: ما بال محمد يتجه إلى قبلتنا ولا يتبع ملتنا؟ ولما أمر الله عز وجل بتحول المسلمين من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام في صلاتهم، قال اليهود: ما بال محمد تارة يصلي إلى قبلتنا وتارة يصلي إلى غيرها؟ وأرادوا تشكيك المسلمين في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن المعاندون من أهل الكتاب يبحثون عن الحق، وإلا لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في كتبهم أن نبي آخر الزمان سوف يصلي إلى قبلتين مختلفتين. وتمادى اليهود في كتم الحق وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك. فأراد الله عز وجل أن يثبت نبيه والمؤمنين ويخبرهم بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا شك فيه، فأنزل قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذي أنزل إليك أيها النبي هو الحق من ربك فلا تكونن من الشاكين فيه.